سنة وبتخلص. كلمة كتير سهلة إنه تنقال، بس صعبة كتير على الطالب محاصر بكم مادة مهمة وصعبة، وفوق منها ضغط نفسي. شو لازم نعمل يعني؟ ندرس عنه لحتى نريحهم؟ لا تدرسوا عنه، بس على القليلة وقفوا معهم وريحوهم. هم البكالوريا صار هم تقيل وكبير على طلابنا، لأنه المعدلات ارتفعت وقلت الفرص عندهم لدخول الجامعة. بناتنا هلأ بحاجتنا أكثر من أي وقت مضى، لأنهم هن عم يمروا بمرحلة كتير خطيرة من حياتهم، وهي مرحلة التأسيس لمستقبلهم. على كل لسان لحفرت لك قبرك هون انت والكلب اللي كنتي معه. بس شو بدنا نسوي؟ بدنا نداري بصيحتنا. قوم يا ابني قوم، قوم معي. يا امي احكي معه ان شاء الله. يا امي بالحج بعدين ان شاء الله. مساء الخير يا صبايا. سلمونا مهدرين، يعطيك العافية. شو هاد كله؟ يا رب بتعيش بتجيب لنا. ايش مفكرة الضيوف جايين يزورونا قلال؟ انت شو هالحلاوة هيك؟ بس خايفة كثير، كنت بتمنى لو الله يرحمهم بابا وماما موجودين معنا بهالليلة. الله يرحمهم. شفت لي عمك كيف ما رضيكم معنا؟
معلش اختي، مرته اليوم عازمة اهلها على العشاء، ومثل ما بتعرفي اهلها اهم عنده من اهله. ايه طبعا. ايه بعدين يعني حنا نقلع شوكنا بايدينا. بالله شو هلا ماهر شوكي؟ شو صرنا ندافع عنه؟ جايكي الاء. يلا هلا بدنا نتأخر. بابا شو رايك تاخذنا على جبل قاسيون؟ على جبل قاسيون اليوم؟ لا حبيبي اجلها لغير يوم. ليش مو اليوم؟ لانه اليوم رايحين انا وماما مشوار مهم كثير. ولوين هالمشوار؟ هذا سر ما بقدر اقول لك. يلا تفضل. يلا باي باي. ليش عم تسالين هالسؤال؟ هيك مجرد سؤال. شو ناوي تعملي فيها اكثر ما عملتي؟ بابا ما بدي اعمل شيء. رح اقول لك وين بتلاقيها. بس توعديني ما تزعجيها لانه عندها تصوير. والازعاج يعني بيأثر على ادائها. لهالدرجة بتخاف عليها؟ ممنوع؟ لا طبعا لا. ممكن تكتب لي العنوان؟ شرفي. ايه تقبر قلبي هالروزة. امشي. يا ترى شو في براسك هالمرة يا خلود؟ اول شي بتقلي البصل ومع هاللحمة، وبعدين بتحط الجزر والبازيليا وبتغليهم مع مية البندورة. هلا انتم ما لكم سيرة غير البازيليا والجزر بتربعي الاولاد؟ يعني شو بده يكلنا سيرة غير بيتنا واولادنا وجوزنا؟ لك ما اختلفنا بس كثير زودتوها، في شغلات بالحياة اهم من السخافات. انت ما جربتي كلك بيت اولاد منشان هيك. انا اللي ما بدي اجرب. مالك حق، يمكن انت جرحتيها للانسه منى. ما جرحتها ولا شيء، شو ذنبنا اذا هي عانس؟ بعدين كل ما سمعت وحده منا عم تحكي عن بيتها وزوجها واولادها بدها تتحسس وتعصب. شو يعني نغير حياتنا مشان حضرتها؟ الانسه حنان معها حق، انت قسيتي عليها وانت بتعرفي قديش بتحسس من هذا الموضوع. تروح عنا يا وحده معقده. بعدين هي اللي على طول بتنطلي مثل حمصة الكيك كل ما اجت هالسيره. انت جرحتيها، حرام نحكي بهالطريقه. الزواج اسمه نصيب. منى شو لسه عندكم شي كلمه بدكم تقولوها ما قلتوها؟ منى انا مثل اختي، والاخت ما بيهون عليها تشوف اختها متضايقه مهما صار. منى انا حاسه فيكي. ما حدا بحس بحدا هالايام. طيب احكي لي، في شيء بقلبك؟ انا ماني طالبه عندك، بدي حل مشكلتها وبدي نصيحه المرشده النفسيه. بس انا قبل ما اكون مرشده نفسيه انا زميلتك بهالمدرسه من سنين طويله، ومن حقي عليكي كزميله انك تحكي لي وتفشي لي قلبك. قلبي انه قلب هاد اللي رايح والجاي عم يبهدد ويشرشح فيه. انا ماني انسانه معقده لانه صرت فوق 30 ولا ما تجوزت. شو ذنبي اذا المجتمع عم يخنقني بنظرته الناقصه الي؟ شو ساوي اذا كان محكوم علي مثل كل هالبنات؟ استنى لواحد يعجب فيني ويجي يتقدمني. هذا نصيب انا ما لي يد فيه، ما لي يد فيه. منى حبيبتي لا تاخذي على حكي الانسه جميله، أكيد هي ما بتقصد. إذا ما كانت هي بتقصد غيرها بيقصد، بيقصد يجرحني ويهيني. عانس عانس الله يلعن أبو الكلمة وأبو اللي لما حروفها شو كان قاسي. العم قد إيه مجتمعنا مليان عقد. الشاب بيترك البنت المثقفة الواعية الفهمانة لأنه شو كبيرة، وبيلحق بنت ال 16 وال 15 قال مشان يربيها على إيده. ونحن اللي روحنا عمرنا بالدراسة والكتب والثقافة منترك هيك من غير عيلة وولاد. مشان شو؟ مشان لأنه كبرنا عن المقياس التافه اللي حطه مجتمع تقليدي متخلف. عانس 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 الله يلعن أبو هالكلمة شو تافهة وشو حقيرة. <تصفيق>
بتصدقي يا خالي ام رفيق قديش فرحت وقت اللي فتحت الباب ولقيتك فايته مع الاستاذ هيثم ومدامته. وقتها بس نسيت احساسي باليتم وحسيتكم مثل اهلي وفرحانين لفرحتي. لهفتك هي انتي والاستاذ هيثم ما رح انسى لكم اياها طوال حياتي، لانكم استقبلتوا اهل ماهر معي ومع اخواتي. الله يتمم لكم بالخير انتي وماهر، ونحن هذا اللي بدنا اياه. كنت رح موت من الرعبة من جيتهم لعنا على البيت، لأنه أنتي بتعرفي كيف الوضع عنا يعني، بس أول ما شفتكم فايتين راح الخوف كله. أهل ماهر مذوقين مثل حكايته. مين اللي عم يجيب سيرتي عند الصبح؟ هي رنوشة، أنا ما دخلني منوبة. يا ستي إذا رنا معلش بحق لها تجيب سيرتي إيمت ما بدها وين ما بدها وشلون ما بدها. هلا اتركنا من الغزل وفهمني، حضرتك شو جابك هلا على المكتب؟ اجيت لحتى اصبح عليكم واخذ لي كم ورقه لازميني. تسمحي لي رنوشه؟ ايه ايه طبعا، المكتب مكتبك. ام رفيق المكتب نور بوجودك. الحمد لله على سلامتك. ماشي يا استاذ عبد الله، اذا ما بخليك تندم على اللي عملته فيني انت والست هلا ما بيكون اسمي غزل. اهدي اهدي شوي واحكي لي شو القصه. انا شفته ما بقدر احكي ما بقدر. شو اللي شفتي؟ انا بعرف انه استاذ عبد الله خطب الانسه هلا، ايه بس هاد مو معناه انه شو؟ فهمي علي يا انسه، اللي شفته ما بينحكى. مساعدة مساعدة وينك؟ نعم أنسة نعمات. تركي كل شيء من إيدك وروحي نادي الأستاذ عبد الله والأنسة هنا فورا لعندي على المكتب. إيه إيه. لك أنت شو عملتي؟ لكن خليوني تهني. لا والله محزن. حرام عليك تنبهي عليهم، ما بصدق إنك عملتي هيك. رهف ما تلقيت على أبو محمد؟ صار له شيء؟ رهف غير شكل، وضعه مختلف. هايتي كلياتكم غير شكل، انا الوحيده اللي عقلي صغير. اختي معلي انا عقلي صغير، اتركوني على راحتي. اشوف الست هلا شو رح تفيدها. ما عم صدق انه هي غزل. شو جنت؟ يا حرام يا استاذ عبد الله. انا اسفه استاذ عبد الله، أنا بعرف أخلاقك وسيرتك الكويسة على مر العشر سنين يلي كنت فيهم عنا بالمدرسة، بس أنا كان من واجبي إني استدعيك أنت والآنسة هلا مشان اسمع رأيكم. إيه بس معقول توصل فيها الجرأة أن تتهمنا هيك اتهام؟ آنسة هلا البنت بسن حرجة وأفكارها مشوشة وغير مسؤولة لأنه مربوطة بعواطفها. معلش خلوني أحكي معها أنا وننهي الموضوع بدون شوشرة. أنا لهلا ماني مصدق إنه غزل تحكي هيك. حب مراهقة؟ يعني هذا حب المراهقة مو مثل الحب العادي؟ بلا حب عادي بس موقت. غزل حبيبتي انت بكرة رح تاخدي البكالوريا ورح تدخلي الجامعة ورح تصير لك حياة تانية تنضج لك مشاعري، وبكرة بس تتذكري هالأيام وهالمشاعر رح تستغربي وتضحكي من حالك. بس أنا بحبه عن جد بحبه. غزل أنا واثقة من هالشي، بس لحتى تتخلصي أنت من هذا الشعور لازم تقتنعي أنه هذا الشخص ما بيناسبك. أنت هالسنة عندك بكالوريا وأنا واثقة أنك عم تهربي من ضغط الدراسة وتفكري كتير بمشاعري. كلياتنا بهالمرحلة من العمر منصدم، بس بعدين منكتشف أنه مو الناس اللي حوالينا صدمونا، اللي صدمنا اللي توعينا ونضجنا. ما حدا عم يفهمني، شو ما قالوا شو ما حكوا رح ضل حبه، حبه كتير كمان. أيوة أهلين روعة. بتمنى هلا نفتح العامة شاريو من اليسار لليمين
بيمشوا الممثلين من هنيك بيجوا لهون. كيف بس يخلصوا هاي الجملة لهون؟ مرحبا. أهلين وسهلين. لو سمحت وين بلاقي المدام علا؟ المدام علا هنيك عم تعمل مكياج، تفضلي. شكرا. مين وين؟ هاي بنته للكاتب ياسر سنون. لك يلا يا بركات وين عم تطلع؟ خلصنا مزنوقين لك يا أخي، سرعة شوي. مرحبا. أهلين خلود. أهلين حبيبتي. بابا فيه شيء؟ لا لا ما في شيء ابدا، بس بقدر احكي معك ولا مشغوله عندك تصوير؟ لا لا حبيبتي ماني مشغوله. تعال يلا. ثانك يو. تعال. غيث غيث عم اقول لك روعه بالشام هي وامها. ايه شو المشكله؟ انت لك ايد بجيت روعه الشام شيء؟ انا شو علاقتي بالموضوع؟ ما بعرف بس ايش عم تضحك؟ لا لانه هي اول مره بشوفك ملبك ومرتبك لهي الدرجه. روعه طالبه تشوفني هلا بعد شي ساعه وتشوفك، يعني شو المشكله؟ ما عم افهم. ما في مشكله بس اخي انا ما ادري ليش حاسس انك انت ورا الموضوع. الله يسامحك يا علاء، انا شو دخلني بينك وبين زهرتك البنفسجيه؟ يلا المهم هلا تروح على الموعد وترجع بتخبرني شو بيصير معك. ان شاء الله بخبرك. علاء انت قوي وبعرفك هيك وبتمناك تضل هيك. ما اي غيث ان شاء الله. خلص طمن يا ربي شو بدي اسوي. علاء عن جد انا بعتذر عن كل شيء عملته معك وجاي لهون اترجاكي لحتى ترجعي معي على البيت. مالك خايفة اني اخذ محل امك؟ ما حدا بياخذ محل حدا. ماما وانتي شو؟ انا شو؟ بجرب تكوني صديقتي او اختي الكبيرة طبعا اذا حضرتك قبلتي. شو قلتي؟ مرة قلتي لي لما كنتي ببيتنا انك حرقتي كل سفنك وراكي وانك رح تبقي بجزيرتنا شو ما صار. تراجعتي؟ لا ما تراجعت، بس اكتشفت انه الواحد يغرق بالبحر اسهل بكتير من انه يعيش بجزيرة ناس لا بيحبوه ولا قبلانينه بيناتهم. بس نحن حبيناكي كتير. وانا كمان. معناها منفتح صفحة جديدة، شو رأيك؟ مدام علاء نحن جاهزين. يلا جاي ثواني، انا بدي روح من عدوني. رح استناكي تخلصي ونرجع سوا على البيت. جاي على بالي شوف البابا عم يضحك من قلبه، صار لي زمان ما شفته. يا بنتي يبلع عمري عليك يا بنتي.
ضعت بين يدي يا عمري. رفقاتك عم يستنوكي برا يا عمري. قومي يا عمري. يلا يا عمري. يلا حبيبتي رفقاتك عم يستنوكي. يلا تقومي. ما في لا قصة ولا شيء، بس أنا بصراحة مليت من هي الصداقة اللي بيناتنا وحابب أنهيها. حابب تنهيها ولا حابب تهرب مني؟ ليش أهرب منك؟ اسأل حالك. شوفي روعة، أنا أنت علاء اللي غسلته من 5 سنين وعرفت عنه كل شيء، عرفت قديش هو حنون ورقيق وطموح. علاء اللي على قد ما حسيته قريب مني من أفكاري، قررت رغم تجاهله لإلي إني أنزل على الشام مشان أشوفه وأحكي له قديش هو إنسان مهم بحياتي. روعة الله يخليكي، خلينا أصدقاء بالمراسلة وبس. لو ما بعرف السبب اللي مخليك تحكي هالحكي كنت زعلت منك. علاء أنا ما بهمني العزة اللي برجلك، بهمني الكمال اللي في عقلك، روحك الحلوة، أفكارك، أشعارك، كل شي بيخليك بنظري أكمل إنسان. بس أنا مو مستعد لعلاقة حب من طرف واحد. بس اللي بعرفه أنك أنت كمان بتحبني، يعني الحب من طرفين مو مثل ما عم تحكي. مين قال لك هالحكي؟ واحد بيحبك، ويمكن لولا كنت حسيت عن جد أنك بتكرهني، خصوصا لما اعترفت لك المشاعر. علاء أنا مو سامح لأترك علاء مشان عجزه. أنا روعة، روعة اللي بتحترمك لأبعد حد. معناتها لحصتي على مناقيش بزعترناكم أصابعنا وراهم. كأنه أخلاق الأنسي هنا متحسنة شوي. منى طول عمرها طيوبة، بس أكيد هي مثلنا عندها مشاغلة. أنا بالنسبة لإلي بعد ما عطلوا بنات البكالوريا من أسبوعين ما عاد عندي ولا هم. معك حق، على القليلة بتدخلي من الباب بتحسي حالك داخلي على مدرسة مو على مشفى مجانين. لك هذا بدل ما تدعو لهم الله يوفقهم وينجحهم. والله كل واحد واجتهاده، واللي بيزرعه بيحصده. دخيلك، ايه والله سنة البكالوريا مرس علي مثل اي سنة عادية. ايه بس هن هالايام مزودينا كثير وعاطينا تقل وروزة، تقولي سنة كبيسة غير كل السنين اللي بتمر على الانسان. خذي بابا، خذي حبيبتي.
صبي ان شاء الله صحة. نامي شوي بركة تهدي حبيبتي. حاسة حالي رح اختلف. طب تحبي اقعدك مشوار شمي هوا؟ ما بقدر، الوقت عم بمر. فحص بعد كم يوم. اذا الفحص بعد كم يوم بنموت حالنا؟ استغفر الله العظيم على القصة هي. خايفة مرعوبة، كل ما وقت بيقرب الامتحان بحس حالي رح اختلف. خايفة الارسم. بابا اللي بيحضر الامتحان منيح ما بيخاف، انت طول عمرك من الاوائل. وركي ما جمعت منيح مثل ما مثل ماما. والله اذا ما جمعتي فهذا بيكون سببه خوفك مو قله تحضيرك. بابا حسنه، في كثيرين قبلك قدموا البكالوريا وفي كثيرين بعدك رح يقدموا البكالوريا. يعني البكالوريا مرحله مثل كل المراحل، بتبدا وبتنتهي، بس بعدها في عندنا مراحل اهم. بس السنه بترعب، خايفه كثير يا بابا. انت عاملي بتقدري عليه، واللي بده يا ربنا بيصير. درسي بابا درسي. هيك بكون خلصنا كل قواعد. شو عندك اسئله جاهزه لبكره؟ يعطيك العافيه استاذ صبري. الله يعطيك يا رب. كيف صحتك؟ الله يخليك الهي. طمني كيف مستواها رزان؟ والله الحمد لله. بدناها من العشره الاوائل. ها اذا الله رب. عن اذنك بهمتكم تفضل. يسلم يا رب. شرف. تفضل استاذ. السلام عليكم. يا امان الله. مع السلامه استاذ. دكتور. اهلا استاذ رزق. يا هلا كيف صحتك؟ هلا ان شاء الله. الآن رزان مستعد للدرس اليوم؟ طبعا مستعد يا رزان. وصل استاذ الفلسفه. ها تفضل استاذ. عفوا مثل العاده بحب اقبض سلف انا قبل الدرس. على راسي. شرف. تفضل. يسلم وليك. تفضل. الله يعوض عليك. تفضل. شغله ثانيه داخل عينك، كاسه عصير بارده. الشوب هجم علينا فجاه وحاسس جوزة حالي راح تطقطق. على راسي. تفضل رزان عم استناك. يا رزان وصل استاذ الفلسفه. رزان عمو رزان بنتي رزان. شو مالي؟ شو هاي؟ شو مالي؟ خير عمو؟ شو فيك؟ عم يجعك شيء؟ هسه رح ينفجر. سلامتك عمو. هي بكالوريا بدك تصبري، بدها هز كتافي مو لعبه. عم هز كتافي. عم هز. يلا على عيني بنبلش الدرس. جيب لكم معي شيء من برا وانا راجع. لا سلامتك. يا الله بابا الله يوفقك. خدني معك. لون بدي اخذك معي؟ انا رايح على القهوه. على هفا لوين ما كان ولا طقت روحي من الدراسة. درسي بابا درسي، كلها يومين ثلاثة وإن شاء الله بترتاحي، وبكرة أنا كل يوم بطالعك معي مشوار. يلا خاطركم. مع السلامة. يا الله. خدي حبيبتي خدي. ماما مو لازمك شي غرض، يعني خيطان، دبابيس، زرار، كلف، يعني أي شي تحديدا من نوفوتي. لا مو لازم نشي، عادي ادرسي، قربوا فحوصاتك. وين رايحة؟ رايحة حمم شعري زيت، اليومين ما حممته. عادي ادرسي، اسأله لما كنتي صبي. خدي تغذي. انت متأكدة مو لازمك شي من النوفوتي؟ صرت مخلصة ثلاث ارباع المواد. طبعا بالحق. دخيلك ودخيل الدروس مبسوطي. اصلا انا مو بحاجه، بس بابا هو اللي جاب له يدفع مصاري. بعد الاستاذ وسيم حدا بيعرف يشرح ويتفلسف. اسمعي، سمعتي اخر سي دي نزل لروبي؟ عم بيقولوا بيطير العقل. شو؟ هو الثاني نزل له سي دي؟ تصوري اني ما بعرف. انا معود اقعد على الانترنت. ايه مو خسا، تعرفت لك على شاب بيطير ضبانات العقل. لا هالمرة لا من الهند ولا من الصين، من السويد نطة واحدة. ليكي بدك تنزلي معي على السوق؟ يعني بدك تنزلي؟ خلص بلا سألتك، منتمشى شوي بالسوق وناكل بوزة ونشتري السيديات ونرجع. شو؟ طيب حبيبتي اوكي يلا باي. بابا حاجة حكى على التليفون. وقوم ادرسي لك كلمتين ثلاثة. بابا بدرس بس ارجع من السوق. قال في سي دي جديد نازل لفضل شاكر كتير حلو. بابا بقول لك قوم ادرسي كم كلمة، بتقولي لي فضل وشاكر؟ يا بابا يا حبيبي. طرق الدراسة الحديثة اختلفت، صرنا ندرس ونحن عم نسمع غنية لمطرب بنحبه. تضرب هيك دراسة بابا؟ الدراسة بدها هدوء، بدها تركيز،
مو كتاب مفتوح ومسجلة وغنية عم ترقع رقع. بابا خلو تشوفي هاي السنة، يا بتنجحي يا أما. يا أما شو؟ بجوزك لأول عريس بدق الباب. يا ريت يا بابا، والله من دواعي شغلي بحركي مش شو هالجيل هاد يا الله، شو هالجيل هاد. الله ينجحها يا رب. يا ريت. قلت لك لا يعني لا. ماما وضع عقلي طق وما عاد تستوعبي. بقى ما فيها شيء اذا رحت شميت الهواء شوي. دراسه ما راح تطير. لا ستي بتطير ونص. انت اخذتي اجازه مشان تدرسي مشان الفحص، مو مشان فوتاتك وطلعاتك. صار لي من اول ما عطلت هلا ما طلعت ولا مره برات البيت. ما فيها شيء اذا رحت تمشيت شوي مع رفيقتي. فوتي ادرسي. حاضر. ماما والله داخلي وما عاد استوعبت. اغسلي وشك بالمي بتروح منك ديت الخلق. طيب خليني اروح لعند بابا. لو كان بده اياكي ابوكي كان اتصل فيكي وقال لك تعي. ماما ضروري حزة البدن هي تبعك اليوم. بابا ما بيقصر بس مرته هي اللي. خلصنا. قلت لا يعني لا. حاضر. الو. اهلين يما. لا حبيبتي ولا يهمك. انا اليوم منفضل حالي. يا ماما. ايه طمنيني حبيبتي. كيف استعدادك للامتحان بكره؟ هذا شيء طبيعي انك تكوني قلقه ومشغول بالك. لا بس انا بدي منك انك تهدي لي حالك. طيب حبيبتي موفقه ان شاء الله. الله معك. يا ماما اسمعيني. نعم شو بدك؟ الو. اهلين حسنه. شبك حبيبتي ليش هيك صوتي؟ لا هذا التوتر والقلق رح يروح عليكي كل شيء محضرتي للامتحان لبكره. لا حبيبتي بدي منك هيك تروقي وتهدي لي حالك. اوكي حبيبتي اي شيء بدك اياه حاكيني. موفقه يا رب. الله معك. مع السلامه. يا الله ماما اسمعيني شوي. تكرم حبيبي. قلي شو بدك. يا الله. الو. اهلين رزان. يا هلا ليش عم تبكي؟ روقي حبيبتي روقي وطولي بالك. رزان انا ضايق خلقي ومالي كتير بدي اسمع منك اخر نكته. ايه. ها تسلم لي هالضحكه ان شاء الله. هيك بدي اياكي تضحكي على طول. لا تخافي حبيبتي الشيء طبيعي انك تحسي حالك نسياني كل شيء. ايه لانه المعلومات كلها اللي درستيها متشابكه بعقلك. ايه بس بكره وقت بتاخدي ورقه الامتحان وبتشوفي الاسئله رح تتذكري. بس برجع بنبه عليكي ها لا تقري الاسئله كلها دفعه واحده. اقريها سؤال سؤال لحتى اذا ما عرفتي شيء سؤال ما تتلبكي. طيب حبيبتي موفقة إن شاء الله. الله معك. مامي حبيبي لا تتضايق. بكرة امتحان البكالوريا والبنات محتاجيني كتير. ألو. أهلين نضال. وين المي؟ بسرعة أبو عبد الله. تفضل يا سحنة. تسلم إيديك. اشربي شوية مي. هدي وروقي أعصابك يا حبيبتي. أنتِ منيحة بس متوترة.
اكيد حترتاحي بعدين نحن كلياتنا معك. أرسي خايفة كتير وحاسة حالي قلبي رح يوقف. من شو خايفة؟ المادة اليوم كتير سهلة. خلصنا بقى حاجتك دلعة وميعة. أنسة لو سمحتي البنت متوترة، يا ريت نتركها شوي لحتى تهدى وتعرف تكتب. دلع بنات وكلام فاضي. شلون هلأ قرأتي؟ أحسن أنسة. صوتي أحسن؟ طيب حبيبتي هلأ بتمسكي هالورقة وبتقري سؤال سؤال وبتجاوي على كل سؤال لحالك. حاضر أنسة. يلا حبيبتي. سكوت حاجة وتوتة. يا بنت يا بنت طلعي قدامك. لك صحيح انه قلة الادب ترباية وما بتفهمي. حاسه ما عم بتنقل. لك العمى بعيونك العمى، انا شفتك بعيوني. عيونك بولدك لشوف. حاسه ما بنعرف نركز من كثر ما عم تصرخي. بالله شو؟ بس ما اكون ازعجتك حبيبتي. حاسه حل المسائل بدون تركيز، وانت طقطقت كعبك وصوتك ما عم يخلونا نركز. هي اسكتي اسكتي. ناقصي تفقيس وحكي بلا طعمه. انت اللي باخر مقعد، حاش طري حواليكي، خصينا بقى. وانت ليش عم تبكي؟ بس ما بتذكر بقيه القانون عن المساله. ايه ها شو بعمل لك يعني؟ بنقلك اياها والله حلوه. بس قولي لي اخر كلمه الله يخليك. والله العظيم كنت محضره فيها، صارت بالي من قله الدم. اكتبي اكتبي حبيبتي اكتبي، حاش تبكي اكتبي. بس قال علي 15 علامه، اذا ما تذكرت بقيه القانون بتروح عليك اللي بالصيدله. وبلا الصيدله تخلي معها القبالة ما بتنقصي. شو الجبلية المدينة. أستاذ حتى بقاعة الامتحان في خيار فقوس. شو قصدك؟ يعني أستاذ إذا بدك تنقل هالدلوعة أنت النورة شبر ما عندنا مشكلة نحن أبدا، بس نقلنا كلياتنا يعني بتكسر فينا سوا. تبي ملكة الحكي. شو ترتيبك أستاذ؟ مراقبين آخر زمان. بس أنت وياه لا تطلعي شويتين ناكل أسئلة. التنقيل لناس وناس. شو ما بحب الأخضر الأستاذ؟ كيفه الحلو الكربوز اليوم؟ هالكني. تعرفي شو؟ بكره بس يقدم البكالوريا انا شخصيا رح
اشرف على الدراسه. ولي راح صبي بمناسبه انتهاء الفحص عزم البنات على جمعه. ايه وشو مطلوب مني هلا؟ يعني شويه حداشات لزوم الجمعه. لعلمك البنات طالعين من الفحص ضايبين على الاخر وبدنا نغذيهم. لك تكرم عينك انت ورفقاتك. خلودي انا حساوي لك التبوله واليالانجي. لك انت الله يخلينا ياك يا رب. زمان لما خطبت ماما عزمتها على المطعم على العشاء، بتعرفي شو صار اليوم؟ ذكرتيني هي اسعد لحظه بتمناها كل ام وام. تعبوا وربوا وضحوا لحتى يشوفوا اولادهم ناجحين مثلكم. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا ماما. وانا مالي مبروك ماما؟ لا انت مالك مبروك. انت ايها مش نسيت. علاء ان شاء الله بنشوفك عريس ان شاء الله يا رب. طب تفضلوا يا جماعه رح تبرد اللحمه. يلا على فكره حضرت لك مفاجاه. ايه بنتي ما شفتي اسمها تحت القصه؟ الله يخليكي. ايه والله شي بيرفع الراس. ان شاء الله ان شاء الله بخاطري. ما خلصتي تليفونات؟ اخواتي وبنات خالتي وعمي طاير عقلهم وعم بيهنوني بالقصة اللي نزلت اليوم لحسنا بالجريدة. ما حدا عم بيصدق انه بنتي كبرت وصارت تكتب وقصصها تنتشر بالجرايد. لك تقبري قلبي يا امي، دايما بترفعي لي راسي قدام قرايبينا. حتى لو ما دخلت الفرن بدك اياه؟ كله الا الطب، بدك تدخلي طب. طب سميح بن نظيرة خانو؟ كريم ابن عمتي؟ لا. فريد ابن خالتي؟ لا لا امي بكفي مليت من هالنغمة. ها؟ يعني بدك تضلي هيك بلا خطيب؟ يا امي انا امه حابه افرح فيكي مثل اي ام حابه تفرح ببنتها. يا ماما والفرحه ما بتصير غير بالزواج، يعني بكره بس اخذ البكالوريا هي مو فرحه؟ فرحه. وبكره بس يجي العريس تقول له بنتي الدكتوره ريما هي مو فرحه؟ دكتوره. ماما انا صحيح ما فيني اكون دكتوره لاني ادبي، بس يعني اي شهاده مثل العالم. لك انت منين جايبتي لي هالافكار؟ مو على اساس حضرتك كنتي عايبه على عومي؟ يا ماما لحقاني عوم عومتك، انا حابه اطلع السلم درجه درجه، احسن ما نطنط واقع تنقرف رقبتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليك وعلى افكارك هي. على قولة عمتي زعل ساعه ولا كل ساعه. وهي الكتب قدم بكالوريا؟ ايه وشو ناقصك لحتى ما تقدمي بكالوريا؟ وان شاء الله السنه الجايه مثل هلا بتكوني عم تستني النتيجه. ولا حابه تقبلي لي شي شاب من هالشباب اللي عم تقدموا لك؟ لا لا خلص بقدم بكالوريا وبكمل دراستي. اتفقنا. ماشي. ليش عم تطلعي فيي هيك؟ انت قامك كان حلو كثير. نيالو بابا انه ارتبط بانسانه مثلك. خلصونا بنات فردونا على الخلقة شوي. شلون بدك يعني نفرده ونتائج مصبحه منسيه؟ خلصنا رجعنا. هاش تبكي بقى. روقي تفضلي. انا عن جد خايفه كثير ما بدي اشوف. تفي من تمك بقى. والله اطمئنت عيوننا بدراسه. بس لا تنسي كمان ضربنا بالفلسفة والتاريخ. هدول ما بيرسبوه. ايه وشو فائدة نجاحنا بالعلمان؟ يعني تخيلي ما يطلع لنا ولا فرع مثل العالم بالجامعة. انتي بدك تتجوزي ولا بدك تدرسي بالجامعة؟ انا الاثنين. هلا انتوا ليه عم تسبقوا الاحداث؟ يعني بكرة بتطلع النتائج افتحوا عزا على كيفكم واندبوا. ايه لا ندبوا لا عزا، اصلا انتوا عاطين القصة اكبر من حجمها، نتيجة ورح تطلع شو يعني؟ ولو نحن عدة وقدود. يلا ايدكم معي ندعي دعاء الفحص. اللهم ابعد عنا الهموم والشجون. امين. اللهم ان دخلنا الفحص بدون تحضير، فالسؤال الاول كان كبير، والثاني كان عسير، والثالث اصعب بكثير، والرابع يحتاج لتفكير، والخامس لم نجد له حلا ولا تفسير. يا رب. اللهم إن كنا أنهينا الفحص بعلامة 66 فأرسل ذبابة سوداء تفقس بيضة حمراء على يمين الستة فتنقلب لستين فنصبح من المتفوقين. آمين يا رب. والحمد لله رب العالمين. شو؟ ردي. لا أكيد ما حردي يعني.
ردي مشان اقدر ردي. لا اكيد ما حرد. يلا خلصينا يا خلود ردي موبايلك شو احنا بدنا نرد بداله. لا معلش ردوا ردوا ما في مشكله. يلا تحركي. ابوكي؟ الو. ايه بابا. شو شو طلعت متاجر ولا لا؟ كثير على رسب. والله حلو حبيبتي اللي بيقدم السبت بلاي الاحد. والله كويس بنعرف نحكي. يا خف عمرك حيواني اكتبي لي تبوله تكرم عيني. شو لما صحيت تقدمي بكالوريا؟ بس فكرت هزينه. والله برافو عليكي يا لما لازم. والله برافو عليكي وإلك علي. انا حاترك بيتي بلا دوكره لتصيري مهندسة قد الدنيا ودوكره. لا الله وحية قلبي والله ولا نامي مساء وصباحه فلا ايش فرحة في الدنيا زي ما الفرحة بنجاحه يا كيف بعيده. هلا شوفوا كيف بتدخل الناس وعلسانة نفس الجملة تبع كل سنة. انا قديش شفت خبز وملعنه بس مثل خبز وملعنت هالطابة لسه ما شفت. بنات نواتي عزيزة بدهم يسقفوا فيهم. وانت صادقة دول اشواك ناعمة مثل شوك الصبار قد ما هو ناعم لما بيخرج بالجلد بيطير النوم من عيوننا لانه صعب يطلع. يلا